السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس. وما شاء الله هاي الايام الناس العراقيين جاي يعيشون اجواء كانت غايبه علينا، خصوصا انه بالفتره الاخيره هواي اشياء صارت حلوه بالعراق، خصوصا ببغداد نفتخر بها. يعني حقيقه على مستوى العراق انه بالفتره الاخيره خصوصا بدايه هاي السنه بطوله خليج 25 اللي صدرتها العراق بالصوره اللي يستحقها من خلال ناسنا اللي موجودين، الاعلام العراقي، الاعلام العربي، صدرنا العراق بشكل جميل بالصوره اللي يستحقها فعلا عكس ما كانت ماخوذه بالسابق. واليوم ايضا بغداد حضن وقبله لاسيا باعتبار اليوم بطوله غرب اسيا، ولاول مره تكون ببغداد على صعيد المنتخبات الاولمبيه، سبق وان صارت بالنسبه لمنتخبات الشباب. اليوم اذا اردنا نسال شنو الاشياء اللي صارت ببغداد، نسبه اغتياح المواطن بالاعمال الاخيره، خصوصا انه اليوم اغلب الشوارع الرئيسيه بالعاصمه بغداد بدات نوعا ما تعود لها الحياه، سواء انه لمسات بسيطه تبليط اناره وما شابه ذلك، لكن غيرنا بغداد بشكل كامل. اليوم المتنبي، حديقه الامه، الكراده وغيرها من الشوارع الرئيسيه اللي موجوده بالعاصمه بغداد. لذلك احنا اليوم يعني فرحين جدا بهذا التطور الحاصل بالعاصمه بغداد، وايضا بنفس الوقت ناسنا تشعر بنوعا ما من الارتياح. رجعت انه اليوم حتى الميديا، الاعلام جاي نشوف انه بغداد الهلسان صار، يعني صوره بغداد بكل وسائل الاعلام، بكل مواقع تواصل السوشيال ميديا جاي يتناولوها بشكل ايجابي، وهذا امر يعني مفرح جدا خصوصا بالوقت الحاضر، لان احنا عشنا بذيك السنوات اللي راحت فترات الله لا يعود، سواء حرب داعش، مفخخات وغيرها من الاشياء اللي ما نستحق او ما تستحق اصلا تكون بحياتنا باعتبارنا ناس مسالمين. فلذلك راح نكون اليوم ويا الناس ونشوف الناس ومدى اهتمامهم او فرحتهم ب التطور الحاصل مؤخرا بالعاصمه بغداد. خليكم معنا. رشيد انا الحالي احبك، هيك انا الحالي. قالوا مزين نعيما. الله يعليك. ابو الورد يبيع ورد. حبيبي. والورد للورد. حبيبي. انت اكبر ورد. شوف قد ذن حلوات وهواي. طنيها بس طنيها بس. قد حلوات وهواي بس انت احلى منهم. صح. شلونك؟ الحمد لله. حياتك شلونها بالفتره الحمد الاخيره؟ الحمد لله. تعرف تعرف ايش باوعدي؟ الحمد لله ندري الحمد لله. الحمد لله. شنو رايك بالاشياء اللي صارت مؤخرا بالعراق خصوصا ببغداد، انه الشوارع بدات تعود لها الحياه، بغداد رجعت تكون رجعت الصوره اللي تستحقها ولو نوعا ما بشكل بسيط. شلون تعبر عن هذا الموضوع كمواطن عراقي؟ والله بعد اكثر واكثر. ها؟ بعد اريد اكثر واكثر. بعد تريد اكثر واكثر، والله من حقك تريد اكثر واكثر، شنو اللي تريد بعد؟ شنو بعد؟ يعني ترميم وهاي كذا. زين، يا منطقه بعد ما ترممت ما وصل هذا الترميم، انت وين قاعد؟ حافظ القاضي. حافظ القاضي. اكو صيانه صارت بمنطقتكم؟ ايه. ها؟ ايه. وشلونها على بشكل عام يعني؟ زين. صار اكو تغيير؟ زين اي. ها. زين، انت تبيع ورد ايش قد صار له؟ صار له هواي. زين راح اخذ الورد واروح اوزعه. عادي؟ ليش الورده؟ 2000. هاي ب 2000؟ ورد طبيعي؟ ايه. والله ببلاش. يعني شوف اليوم حتى الورد نزل سوقي. يعني كانت ببيش هاي تعرف وما زالت يمكن ببعض المناطق 5 ب 6. اليوم حتى الورد للمواطن قد ما فرحان بامكانك حتى توزع ببلاش، مو اليوم؟ صحيح. صح لو مو صح؟ صح. زين، فالحياه جميله والعراقيين نستاهل الحياه جميله. حبيبي. لان احنا ورد. صح. وان شاء الله دائما ورد. حبيبي. ودومك تبقى ورد. حبيبي. يا رشيد الورد. حبيبي. ونعيما رشدي. حبيبي. شكرا، شلونك حبيبي؟ الله، طبعا انا اكثر شيء دائما يصير وياي يفاجئني من الولد المصورين، تعال خلينا نسولف. ما يقبل، يعني من ما يقبل حقه، تعرفون ليش؟ لان يعني هو مصور، وبالعاده دائما المصورين
ما يقدرون يوقفون قدام الكاميرا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك حبيبي؟ قناتكم الموقره فدوه لقلبك انت الموقر. تعال هنا. الاسم بالخير. قصي انا اسمي. قصي. قصي بحياه لطيفه. اي لا صدق. اي والله. زين قصي اسال سؤال. جواب. بعده تفرعات. اي العراق بالفتره الاخيره نهض. بدا يرجع قويه مو؟ اي بطوله الخليج. بطوله الخليج غرب اسيا صحيح. الاعمار الحاصل بالعاصمه. اي هذا بالنسبه لك كمواطن كنا او كمواطنين عراقيين كنا مفتقدين هاي الاشياء. والله فرحه كبيره. والله فرحه كبيره يعني لما رحت شفت ابو نواس. ايه؟ مو كان ابو نواس تعبان. لا ابو نواس مو ابو نواس. اي مو احنا بالكفاح احنا ليش بالكفاح. اي ها اي شو تسموا ابو نواس؟ ابو نواس. ابو نواس تحياتنا لابو نواس حبيبي. ايه؟ يعني حلو الاجواء ما تتخبل. احسن ما رحنا للبصره وشفنا كورنيش. احنا عندنا كورنيش هسه هم قام يجون يمنا. هذا لو مو امان. لو مو امان يومية بالمتنبي انا ابيع مراقيل سحبات. لو مو لو يعني مو مراقيل ابيع سحبات مراقيل كامله. لو مو امان ما يجون يمنا الخليج. مو صحيح؟ اي يومية ضاعان هنا بالمتنبي. يومية وايد يجون بكثره. اتراك اجانب المانيين. انا صور على التيك توك هنا هواي شفت اجانب وهاي. جاي صور بالتيك توك لان انا حكيتها قبل شوي. جاي صور بغداد حلوه. بغداد. اي بغداد حلوه. وطي الصوره صحيحه للعالم. صحيح؟ اي وحلوه تعمير. لا حد يقول تعمير ماكو. حتى مرمر خلونا بشارع فلسطين. حلو. يعني من المحلات هسه فلسطين اليوم. شارع فلسطين. بعد شارع فلسطين. شارع فلسطين. مرمر. وحتى مرمر الرصيف سووه لكم. زين. والشوارع كبروها. حلو. انا بيتنا بشارع فلسطين ترتيبات كلش قويه. كفاح فلسطين. شلنا من الكفاح قعدنا فلسطين. زين. بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي الغالي. بعد ايش يحتاج؟ بعد بس اي خلنا نطمع خلنا نطمع. اي بعد بس الامان. الامان موجود؟ الامان موجود الحمد لله ويجون. احمد الله ونشكره. زين الميزانيه قالوا قرروها صار لها يومين. يا بتجي الموازنه تنقر الموازنه وتصير عادي. اي قرروها. مساله وقت. اي بعد شو تريد؟ حلو يعني انا بابا الحمد لله والشكر. بس الدولار نزلونا. يا بقى بس الدولار. بس الدولار. وبيش هسه يعني 132 130 زين؟ اي 130 ب 130 السوق يخبل. على مود نقدر نشتري بضاعه هاي. يعني كون سعره نسوق. كون سعره ب 130 130 بالسوق. واحد يصير له واهز يروح يسوق. اذا السوق صاعد ما حد ما يقدر يسوق اليوم. حلو حلو. لان كنا يعني على باب الله. بس المعضله او الكهرباء. نعم. بعد ويا مصر. ويا مصر اليوم تعاقد محمد الشاعر السوداني. الكهرباء زين. هم زينه. المي. المي زين. بس بس المي ليش حار؟ ما شاء الله اليوم الاشياء كلها ايجابيه. اليوم الاراء ايجابيه. أيه. بعد كله حلو التطور يخبل. وين ما تروح لا حد يقول لك امان ماكو. هسه غيرك تروح الكراده للمنصور. يابا خي ولي التعيين. تعيين خلي ولي مري التعيين. التعيين دام بيعنا راجيل. دام بيعنا راجيل الحمد لله والشكر. خلي ياخذ راحته التعيين. خلي ولي التعيين. ما نريده اصلا. ما نريده اصلا التعيين. زام ومن الصبح وقاعد. خلي ولي وتعال زين لحيتك وزين منا. خلاتك هسه اليوم تخبل لحيه وستايلك. الحياه ورديه. اي والله. لا والله العظيم التعيين. ما اريد التعيين عمي. ما اريد التعيين عمي. اخوكم متنازلين احنا. انت اخذ لك انت التصور. اخذ التعيين لك. اخذ محمد سلمان. اخذ التعيين. محمد سلمان. اخذ التعيين لك. شعبان ما يريد التعيين. بعد ايش تريد؟ كل شيء ما اريد بعد. اريد بس سلامتك. ما شاء الله. عرقت ليش هيك؟ انا استحيت. استحيت وما قلت للناس خجلان. الله اكبر. شنو فراقك بصل؟ شو يعمل عيون؟ يا يابا. هيك راح تبكي. والله العظيم شوف قد ما انا حلو. وقد ما اني انط ايجابيه للناس. يعني فراق صار شنو بصل؟ بصل فراق بصل العيون. من حقك ساعه وتغيب الشمس. ساعه ويجيني الليل يرات حيلي ودمع منين اجيب الحيل؟ من محمد من الكابتن من القميص كله. اخذ الورد. اخذ الورد. شكرا جزيلا صديقي. بالتوفيق. على راسي. يعني مثل ما شفتوا ما شاء الله حلوه الحياه بالعراق صارت. ببغداد حلوه صارت. المواطن اليوم فرحان بهاي الاشياء البسيطه. بدا يشوف بغداد. بدا يحس نوعا ما من الاستقرار. خصوصا تعيين ما يردوا بعد. هو كانت اكبر معضله عند الشاب العراقي تعيين. تخيلوا انه المواطن وصل مرحله ما يريد تعيين. والله من حقه. زين في حال اذا تفعل قانون الضمان الاجتماعي اعتقد ما حد راح يريد تعيين. فبالتالي احنا بظل موضوعنا خلينا نبقى بسياق موضوعنا انه التطور الحاصل بالعراق وبغداد اعطى ارتياح كبير بالنسبه للمواطن العراقي. يعني ما شاء الله مرمر مو مرمر مرمر يعني بعد يستردون مرمر تبليط اضاءه اناره زين. اصلا الناس اليوم بدت ما يعني حتى ما ناقصها شيء. فقط الدولار ينزل. هاي المشكله مو صعبه يعني. يومين ثلاثه ومعلول. متواصلين وياكم. خلينا نشوف هاي الحلوه. شلونك حبيبتي؟ يا هلا. شو اسمك؟ نزل.
غزل؟ إيه. ياسر. أول. ابتدائي أو متوسط؟ لا أنا هسه توني دخلت أول. يعني ابتدائي أو متوسط؟ لا لا. يعني ابتدائي. ابتدائية. تغيرت إيه؟ دخلت ابتدائي؟ ليش دخلت لعد؟ أنت بينا مو شاطرة بالرياضيات. أنا أصلا بعد ما داخلة. لا ليش؟ مو عطلة. عطلة. إيه. زين السنة الجاية راح تداومي؟ إيه. يا مدرسة. المدرسة الرؤية. حلو. متحمسة للدراسة؟ ايش درست بالروضة لو ما سجلت الروضة؟ لا ما سجلت انا. ما سجلت الروضة غزل؟ شفت شارع المتنبي ايش قد حلو؟ ايه. والبغداد شفتيها حلوة ولا لا؟ ايه حلوة. ايش قد نسبة قبولك ومرتاحة على بغداد؟ ايش قد شفت بغداد حلوة بعينك؟ 70%؟ 100%؟ 100%. ما شاء الله اليوم حتى الأطفال، شكرا غزولة، إن شاء الله شاطرة بالرياضيات. يعني اليوم حتى الأطفال اللي موجودين قابلين على الأشياء اللي جاي تقدم أو التطور الحاصل ببغداد. متواصلين وياكم؟ خليك معي. تواصلي اخ راح اموت، عاشت الايادي يعني حبيبي. الناس واصله مرحله حتى العطور ببلاش. اكيد كل شيء ببلاش، فضل من الله هذا سبحانه وتعالى. ما شاء الله الله يزين. بس انا دخلت بقضيه، انت مره هنا عندك ظروف ومره هنا عندك عطور. لا هذا انا شغلنا بالش اسمه بالبصله مال العطور، بس هذيك مال صاحبي راح تيصل لي. زين العطور هاي بعادتها شلون موضوعها؟ موضوع انت تشوف يعني اسعارها، يعني اسعارها مميزه. سولف لي يعني هسه عندنا هاي هاي العلبه 50 سي سي ب 5000 ويا هذا مجاني. هذا مجاني؟ هذا مجاني. اي 5000. اي وعدي ب 10 ويا اثنين من هذا مجاني. بس وعدي بعتن يعني فزاع وسلطان وفورنهايت وجادو، ماكو ابديت يعني تحدثت هواي الاشياء. عندي هواي هسه عندي هاي شنو الجديد؟ عندي هسه هاي خطه 23. هاي الخطه تخفيص ما 23. شتم شلون يعني 23؟ هذا اسم العطر 23؟ اكيد اسم العطر 23. لو انتم مسوينه بس الاسم احنا مسميه 23. آه يعني هذا مو اسم. اكيد اكيد عندي هواي هاي انواع. هذا عصير مو 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 مو, مو عطر. خبطه كوكتيل. زين الاسم بالخير. علاوي. علاوي. اه وسهلا ابو حسين حبيبي. علاوي اسمي على اسمي. بس تشبه برايم الشمالي. هذا مال يا وجعي. لا لا ارجعت لا اروح اروح اطلع والله اطلع هسه من كذا. أسأل سؤال جواب. شفت التطور الحاصل بالعراق بغداد؟ أكيد. شلون تعبر عليه بالنسبة لك كمواطن؟ كنت مشاهد كبالنسبة لي كنا هاي الأشياء. كبالنسبة لي أنا أشوف التطور مو بس ببغداد، يعني حتى محافظات أريدهم تطور. زين زين والمتنبي يعني دي يكملون مناك من الأخير مالته. زين بعد هو الباقي على الله سبحانه وتعالى. الباقي على الله سبحانه وتعالى. يعني قابل؟ قابل قابل. اكيد التطور احسن. التطور احسن. جاي تسمعون ابو البرتقال التطور احسن، لابس برتقالي وصاير هناك. تعال تعال ما دام مزاجك برتقالي. زين التطور احسن. اكو شيء ينقصكم؟ لا الحمد لله شكرا. بس اكو بعض الشباب اللي ما يشتغل يريد تعيين. رجعنا السالفه التعيين راح نطلع. تعيينات احنا سبق وين حكينا قبل شويه ما اريد تعيين. خلي ولدي مو يعني الحياه ما توقف. بس يعني شنو هسه انا مثلا اذا عندي شهاده وخريج كليه ما استحق تعين؟ تستحق تعين بس مو معناها الحياة. لا اللي يتعين إلا الخال وابن الأخير. لا راح أزعل. كابتن. إنه التعيين ما راح يوقف الحياة، تمشي الحياة. طبعاً أكيد الحياة. وليت تمشي. يوم تبيع عطور، مرة تبيع هنا، ذاك يبيع ورد. عاد الحياة طبيعية. أكيد الحياة طبيعية. والأمور ماشية والعيشة ماشية ودارجة. الحمد لله وشكرا. شو طبيعي. ما طول نروح ونجي بسلامة هاي تسوق ملك الدنيا. اقتنع والله شو اقتنع قبل شوية أريد تعيين. بس أهم شيء التعيين. وأجي بسلامة. تعيينات مو لي مو لي. زين المدعي باقي شو اسمه الشباب. تعال ما متعلم التعيين. انت شو السلام عليكم استاذي. هم تعيين طبعا تعيين. احنا خربنا. انا شعب العراقي. تعال شباب كشباب. تعال شباب شباب شعب العراقي. العراق كله يريد تعيين. تخرج انا لا مخلص سادس. يا مخلص سادس وتريد تعيين وغيرك مخلص دكتوره ما متعين. ما متعينين. الحياه ما توقف. انا شو اقول؟ اقول الحياه ما توقف على التعيين. مو على التعيين. تمشي الامور. صحيح. مو؟ والعطور ترى بها خير من الله. خير من الله. اقول لك لو يعني واحد يبيع مي فوق النص الربح مالته. يبيع مي والاعلام هم خير من الله. بيش السيسي.
هو الاعلامي ها سيزي بيش سيزي حتى بربع بيع هو بربع اساسا بيع بس هو بيش عليه اثنين بربع عليه بيش عليه اثنين بربع لا عليه خمسه بربع روح شاكر اثنين بربع الاجواء شلونها بالعراق حاليا وخصوصا ببغداد والله الاجواء كلش حلوه هذا التطور اللي صار التطور كلش حلو يعني عندك الكورنيش مال العظميه سووه المتنبي يعني هاي لا تنسى شويه سووا اماكن يعني اول البارحه لقيت افتتاحيه جديده وين شارع المغرب ما شاء الله اليوم افتتاحيات كثران على ايام بغداد اكيد يعني شر اريد تطوير بالعراق وين في التعيينات الباقي الشباب ما يسوون التعيين ما اريد خلينا نزعل انا تعبتني هواي زين التعيين ما تريده؟ ما اريده، شو اسوي بالتعيين؟ والله العظيم الناس يعني شوف هذا المواطن هذا المواطن بس شويه طيب خاطره بس خليه احكي ترى انا ما اريد تعيين هذا المواطن بس طيب خاطره حتى التعيين تنازل عنه يعني استقبل فلوس اعطونا اعطونا حصه تمونيه كامله هاي من هاي هاي ايدي ايش ما اريد بعد هاي ايدي والله العظيم انا ايدك انا هم ايدك انه تطلب ايدك انا حصه تمونيه حلوه يعني جاي يسوون يعني اضافيات بها شيء حلو قاموا يعطون بيض للعوائل ما عاد عذر والله بعد سنتين على هذا الشغل الحياة وردية حياة برتقالية مثل ما برتقالية وليمونية يلا أتمنى لكم التوفيق حبيبي استاذ شاكر إن شاء الله من استاذ شاكر أنت مو شاكر؟ ها شاكر؟ ما قال لي سعد بعد ما أختم يا ولد حتى تواصلوا أنا ما غلط باسمي يا ولد نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم ويحب يرمي يصلي يلا رطب لنا الأجواء شوي ارمي ارمي صلي ارمي صلي هذا شو اسمه العطر 23 هذا العطر 23 56 منو؟ 27 هذا 23 هاي خطة مالتنا جاهزة نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم خليكم شلونك عمو؟ لا عم الله يسعدك شو اخبارك؟ قلت عندك مناشد اي والله اي سولف لنا مناشد وزير الداخلية وزير الداخلية قال لي جاي واخذ رقمي وحاكيته واخذ رقمي ما شو ما حد خابرني هي شنو القضية؟ قضية ابني لا ماخذ ولا مطلب لا له شغل بأي واحد زين وشرطي رئيس عرفاء بالشرطة وسايق ولي الأمر وذولا ناس يمنا تكاتلوا بلازم واحد يطلب واحد ثار عشاي الله يستركم ان شاء الله اي زين فقالوا على اساس ابني مدلي ها على اساس ابنك الواجب بالموضوع مدلي ورايح العمارة ومدلي ذولا علينا زين ابني لا رايح ولا شايفه بالدوام بيوم انقتل هذا بالدوام زين اي اطوا فلوس تدري قاموا الامر اربع اشهر ما اطى الامر مال لانه هو سايق وياه نعم قال ابوي هذا سايق وياه شنو اربع اشهر ما اطى زين تاليها راحوا هددوا الامر لهله الامر قال له احمد بعد ما اقدر انا طلعت عن ارادتي خوش فقال سيد انا راح اسلم انا ما مسوي شيء وما راح وصلي غاد قاموا يدقون عليه تدري المكافحه يرحمونه زين ايه تعموا من محافظه ميسان بالناصريه 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 زين وهاي القضيه بالناصريه صارت؟ اي زين والله لا ماخذ ابني ولا مطي ولا له شغل اليمن يعني حتى انا اخذ اخوك كتله على اليمن زين لا ما لنا ما لنا عداوه وياهم ولا لنا شيء بس الله كتلهم ان شاء الله اخذ ثاره خوش الله بيناتهم خلاهم ما حد يقتل واحد والله زين انحكم اعدام لا ماخذ لا مرتب ابنك انحكم اعدام؟ اي والله وذين الدله انحكم اعدام؟ اي والله مستحيل زين والله العظيم لا صادق زي. موجود يعني كتاب عندي انا زين زين انا اشيد السيد السوداني وهو يعرف قضايا العماره بيناتهم فصولات وبيناتهم كتل وبيناتهم هاي وثارات من 84 والله لا يمهم ولا قرباهم لا هسه بعت بيوت اثنين وطيت للمحاميه ثلاث محاميه خليت بس مقابل المحامي المحامي ذاك عديل الحاكم زين المحامي حاطينه عديل الحاكم خوش وما طردهم برا ثلاثتهم المحامي زين وما انحلت القضيه لحد الان لا والله يردون 60 مليون يلا يتنازلوا منو 60 مليون؟ هم اهل المكتب زين وشلون الحكم الاعدام انهم ذول يعني هو الحكم صدر يعني الحكم. اي شلون يعني يتنازلون؟ يقولون يلا نتنازل ونرفع الشك والاشتباه لان احنا شاكين بيك نرفع الشك والاشتباه ونسمي نعطيهم 60 ابيع ماي انا الله يعينك شوف حالي ابيع عن ماي الله يعينك بس يعني المفروض
الناس مخيرين شو اسمه المشايخ ما دخلوا الشيوخ كلها طردته قالت لهم جيبوا لنا شاهد جيبوا لنا دليل جيبوا لنا شيء زين جيبوا لنا اللي شهد قال لكم هذا وياهم ماكو فالشيوخ طردته زين قالوا لموا لي 25 مليون زين على اساس يلموا لي 25 مليون قالوا ابوي نعطيكم 25 مليون بس تنازلوا ما قبلوا ما تقبل الام بس الام هي الام سيطر عليهم كلهم شيردون 60 مليون 60 مليون زين منين اجيب لهم 60 مليون ابيع ما اجيب لهم 60 العالم لمت العود العشره كلها لموا لي 25 مليون زين زين ما اعطوني اياهم هم بيجي عود يعطوا لهم اياه ما قبلوا الله ان شاء الله وقبل واحد هم ابصل 15 مليون قالهم انا لكونه ابن عمي زين ابن عمامي اعطاهم 15 مليون على اساس نازلوا وخلوا شالوا للحله ونفس شردوا ورجعوا توهم رجعوا المكان الله يسهل ان شاء الله اي والله وانا شد خيري ان شاء الله صوتك واصل طيبين انا من اهل الناس اللي تشوف وابني مظلوم وعنده خمس جهال بالقران خمس جهال ومظلوم والله العظيم لا حاجب لا كاتل ولا يقتل حتى اي شيء زين وين الامر اربعة اشهر ما طار اربعة اشهر ما طار بس من راحوا الامر لاهله هو الامر يمنع بهم بالشطره الناصريه راحوا لاهله وهددوا قال لهم قال احمد ما اقدر بعد لان هددوني وخافوا يقتلون اطفالي خافوا يقتلوني الله يسهل ان شاء الله صوتك يعني اتمنى انه من الجهات المعنيه الناس الخيرة المشايخ خصوصا يعني احنا نتباهى دائما بمشايخنا اللي موجودين مشايخ العشائر الاجلاء فبالتالي انه نتمنى انه هذا الموضوع هي الخيورية حلوة وبعد يعني صوت الحجي اللي حكى ومناشدته نتمنى انه توصل للجهات المعنية متواصلين وياكم خليكم واخيرا والحمد لله يعني اريد هيك اقولها لقينا مصور يوقف امام الكاميرا ويحكي بالعاده هم ليش ما تحبون توقفون قدام نستحي. الصوره وتصورون نستحي. يعني تصورون الناس حلال ناس تصوركم حرام اي والله نستحي نهجم الكاميرا هذا الوجه الجميل اللطيف الله يسلمك حريف والله ودي مو عمودي عيوني صديق شو اسمك محمد زين ليش اودي مودي ليش لقب من سماك مودي طلعت علي هو انا وانت طلعته مش والله سبعه يعني بالعاده احنا اهلنا يسمونا يطلعونا لقب اصدقائنا يطلعونا لقب بس ما الواحد طلع لقب نفسه ويمشي تنجاز مسوي يلا شك هاي قصه لازم اوكي شلون بدت هذا الموضوع في 2000 تقريبا 16 2016 في قنوات سميت هذا الاسم فتحت قناة اليوتيوب سميتها بها 1100 مشترك وتركت سميتها مودي مودي اف ام لو مودي ميوزك HD اوكي راح اسميك مودي مودي عيوني واي اشياء جاي نعيشها حلوة حلو خصوصا بهاي الفترة وبالتحديد بهاي السنة يعني بدءا من البصره يعني وانجاز البصره تطور الرمادي والانبار وغيرها وما شابه ذلك وصولا الى بغداد حلو. وبغداد اليوم حضن لمنتخبات اسيا لغرب اسيا كمواطن عراقي هذه الاشياء الحلوه الايجابيه شلون تعبر عنها؟ والله شيء حلو بس شيء حلو؟ لا كلش روعه وحلو يعني نفتخر بهذا الشيء انه عندنا بالعراق هالشيء وجاي نتطور شوي وشوي واحسن هاي كل قوته يا عبار هاي كل قوته هاي شيء حلو ان شاء الله زين وطلعتها هاي ترى واحد زين وطلعتها اي واحد يحكيها مو صعبه لا والله شيء حلو يعني طبيعي كلش هم عاتها هو شيء حلو طبيعي وكلش حلو ومن الصبح بعد عيته لا بعد كافي زين شنو اكثر شيء عجبك حبيته بهاي الفتره الصار بالمتنبي بشكل عام بالعراق المتنبي شارع المتنبي كلش حلو متنبي خاصه خميس وجمعه ناس وعوائل حلو واشخاص بعد ما كان هو بالليل المعزل ما يفتح
لا لا يبقى تقريبا لثنتين. والباتر لطيفه اللوكيشن يحسسك بتراث البغدادي، يحسسك بتراث ناسنا القدامى اللي صحيح اسسوا هذا الشارع اللي بنوا هذا الموضوع. شلون التصوير؟ الحمد لله. الحمد لله. شلون الحمد لله؟ صوره بيش والله غاليه يعني بس فونوس. انت كاميرا كانون 750 عدستي 50 مليون. زين بالفونوس طبع لو بلوتوث؟ لا لا هيك هيك بس نسهل يعني هسه المصوره هيشوفون اللقاء وراح والله سهل. ايش قد ما بيها مجال؟ يا بيها زين يعني اذا تاخذ جلسه اربع صور خمسه الصورة بيها صارت بلف وربع موقع ربع ربع ماي شوي بعد هيك مجال غلط عليك بي 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 اذا حمودي بلف وربع واذا مودي بلف. لا لا مصورين يشدوني يعني موجودين هنا؟ ايه. لا والله العظيم حتى كون صادق الولد المصورين شنو قالوا الناطق الرسم ماله لا 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 والله منو قال لك؟ هسه روح انا وياك وصورنا شاهد هسه نروح لا عمل سلمان ايش حكم؟ قالوا الناطق الرسمي ما سموا لي يا حمودي سموا لي يا مودي والله ما حد يعرفني انا سالتك بالساعه الاسم الحقيقي شنو؟ هذا معلوماتي قويه مو حمودي؟ هسه بيش نهايته؟ نهايته بلاش لك يلا ناخذ بلاش عادي بلاش صوره وهيك وبالمثل وكاميرا اني هذا زين تاخذ له صوره اي اخذ واذا مو حلو امسح والله ما اسميك حمودي هذا هو اسميك دودي هذا هو ها تمام حياتنا كل واحد اسمه دودي زين حمودي ايوه اتمنى لك التوفيق الله يسلمك للجميع ان شاء الله وان شاء الله يا رب دائما عراقنا الحبيب هذا الازدهار هاي القمه ان شاء الله التطور لان احنا حقيقه كناس عراقيين نستاهل يستحق خصوصا انه جيل واكثر من هذا الشيء فعلا السنوات اللي مضت اللي عشناها مستحيل مرت يعني على وطن واستقبلها الشعب فاحنا هذا نقدر نقول انه جاء وقتنا بعد وصلحتها وصلحتها لازم للقمه القمه ان شاء الله ان شاء الله وبعد اكثر بعد اكثر ان شاء الله بس على هذا الحكي ومسوي لقاء المفروض الصوره مو بلاش الجلسات ببلاش بس وينك يا اي اي والله تدل يا الهي تدل لا ترى ما اريد عندي هواي صور اتمنى لك التوفيق الله يسلمك للجميع ان شاء الله يوم سعيد وان شاء الله المتنبي دائما حلو كادرنا الحلو محمد سلمان حلو مرتب انت مرتب هو انت بتعدل الحلو هذا ما عدل يعني الحلو 70 مره عاده محمد سلمان حلو شوي الاضاءه قويه عن فيلم ما ادري شوفه خبل الولد والله انت حلو هو حلو بعد بعد الله يسلمك بعد كثر خلي يشوفون بعد بعد ياخذون غنطه متابعينا هو لا ياخذون غنطه لا حلو والله حلو غير حلو وينكم مقدم برامج مو حلو مو صحيح؟ اكيد صحيح حتى واضح اتمنى لك توفيق حمود ان شاء الله شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام بالتالي احنا متواصلين وكل الناس تقريبا يعني داموا اغلبهم قابلين ويعني حاسين بالفرق اللي صار سواء بغداد او بالعراق خصوصا الفتره اللي جاي نعيشها اقدر اقول عليها فتره مميزه يعني وايد حققت فيها اشياء ايجابيه متواصلين وياكم خليكم معنا شلونك يا اخي؟ هلا حبيبي شو اخبارك؟ الحمد لله زين انت اخبارك احمد حمودي هواي حمود وعلاوه بالعراق ايه موجودين هواي بكثره ايش عجب؟ والله شو هاي خوف وراك شو السجن هذا لو اي ها السجن ابو غريب ايه حمودي شنو هذا الشغل؟ سولفنا عليه هاي جاي تطبعوهن تجيبوهن هيك هذني احنا عندنا طابع نطبعهن عندك هنا بوستر رسمي بكليب يصير على الحائط وهذني البوسترات بوسترات لاصقه وعندي هيك اطبع لوحات خشبيه وعندي استيكرات لاصقه حلو اذا الاستيكرات لاصق حسب الطلب اطبعي بس حاليا لا لان شوي الحركه مو شيء وهاي فالولد اللي يطبع ابو الشغل يعني بس بالحركه القويه مرات موجودين هنا نطبع حسب الطلب للعالم اللي يردون وهيك يعني هنا هسه اليوم اذا ردنا نحكي انه اللي يجيكم على طلبيه ما تقدمونه اللي يجينا على طلبيه مثلا اذا عندنا مجال اقله مثلا يدز الصوره ورا مثلا يومين هيجي اطبعها له ويجيبوا لي اياها هنا الولد الوياي يجيبوا لي اياها اقول له يا بكمل صورتك من يجي هنا يصل له مره او اذا يريد توصيل كان عندنا توصيل عندكم توصيل؟ اي حاليا لا هسه وقف التوصيل لين راح نشتغل على بيج خاص بذن الشغلات عندنا بيج احنا بس للمكتبه حلو مال كتب مكتبه اكتوبر اذا سامع بي زين مكتبه اكتوبر ايه.
وهاي المطبعة متى خرجت تستغرق وقت تقريبا؟ هاي المطبعة عندك يعني اللوحة تقريبا تطول 10 دقائق ربع ساعة بالزايد. هاي اللوحات اي اللوحات ذا كم ياخذ؟ هاي البوسترات مثلا يعني تطول هو 10 دقائق يعني تقريبا يطلع الطبع مال الصورة. زين اي هاي 10 دقائق اي بيت جاي تبيعون؟ الاستيكرات نبيعهن 3 بالف الكبار القطع الكبيرة والزغار 6 بالف وعندي البوسترات هنا الفين. على ايش قد؟ ذني 3000 قطعتين بخمسة. حلو. وهذا 2003 بخمسة. حلو. هذا مرات يجيني شخص مثلا يقول لي غالي وهاي احنا ايش نشتغل؟ نشتغل الورق هسه هذا الورق 260 اذا تلاحظ لازم يصير الورق ماله كرتوني. شلون كان كار؟ اي يصير اغلى. شوف شلون ورق ثخين يعني يقاوم عندك رطوبه وما رطوبه مو بسرعه يروح. حلو. اي هذا الورق اللاصق يكون اقل من هذا. هذا 260 هذا 160. حلو. هم ورق قوي بس لاصق. حلو. اذا تلاحظ تشوفه هم يعني ورق كرتون. زين حمود الاستيكرات هم كذلك هسه احنا سولفنا بذن. اي بدي اسالك على العراق. اي هاي الفتره الاخيره هواي تطورات صارت تخبل الجنة. اي صحيح. شلون شفتها؟ والله شوف يعني بطولة الخليج بطولة غرب آسيا. ايه. صحيح. الاعمار ايه. صار بالعراق وبغداد. صحيح. زين شلون شفتها؟ والله شيء حلو انه من تشوف يعني بلدك جاي يتطور وهاي لان احنا هسه 2023 وتشوف بلدنا هيك 2023 مختلفه. اي 2023 وتشوف بلدك هيك يعني ظلم احنا اسقل بلد بالعالم بالنفط وهيك تشوف. غني اتمنى لك التوفيق. فدوى اروح لك. تسلم حبيبي. مشاهدي الكرام بالتالي متواصلين وياكم خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. أنا طبعا عندي هواي اصدقائي. اهلا وسهلا بك. انا مو قوي بالمسواق وسوالف البيت. نعم. بس من ينزل اول ما يروح على الرقي يطب عليها شوفها زينه ولا مو زينه. هي الرقيه ملتزمه. هاي الرقيه كمثال. كمثال. اجى من فتش طبطبها من دقتين بينها. بس شنو بينها؟ هي راخي. لا بالعكس. ها. والله مو بالثلاجه. زين. من تبغى هذه؟ تعطي نفس بعد هذه. والترفة زينة لو مو زينة؟ لا مو زينة. والقوية؟ نعم. قوية يعني من دقة هذه. زين مرات قوية وتطلع بيضة. لا بالعكس مو سوية. ها. أبو الرقي يعرف له. زين اعطيني مواصفات واحد يشتري رقية حمراء حلوة طيبة. لا أقول لك هذه الرقية طبعا تلزم هذه. من أساس؟ سوي ريان هذه. الدقة ترنها بيدك هاي مضبوطة. تشوفها لا والله مبسمرة مبينة ذيش مبسمرة. ها. والله مبسمرة. البطيخ كذلك منه. زين. من ريحته شيء طيبه. حلو. ما بي ريحه البطيخ. من ريح؟ اذا بي ريحه نعم حلوه، ما بي ريحه نعم حلوه. حلو حلو. زين هسه احنا بالصيف تبيعون رقي؟ نعم. بالشتاء ايش تبيعون؟ هم كذلك رقي. موجود رقي بالشتاء؟ مستمر. زين منين يجينا؟ مستورد؟ والله يجي كله من طبعا من ايران على زراعتنا هذه. حتى يعني حتى بالشتاء موجود؟ نعم موجود. تمام. زين يحتاج له برد كذا؟ موجود هذا عندنا. موجود هذا ثلاجه اذا ببيع. ايه. برضه هذا وجه خليه. والناس تستقبل الموضوع وحابه الرقي وعندك معامل. هو الرقي كل زين. بعد خبره حد يدق الرقيه هيك راح اعرضك هاي مثلا. قول بالعافيه ابوي. خل نشوف هاي برضه. لا ما اكله هون. قول بالعافيه ابوي. والله شكر. زين خليني اسوي لك هاي قبل. لا هاي كافي ما اقدر. لا لا زين الناس هنا بالعاده من تجي صار معاهم شيء. الف وبعد مليون. السائحين يمكن يجون بغداد اول مره يزورون. يجي حتى ما عنده ياكل يروح الله وياه. استغرب الوضع. عادي. لو عادي يعني بالعكس وصلته شيء طبعا هذا قلت لك حتى اللي يجي كان صغير مره كبير هذا كبير الله ياكل بالعافيه يروح يروح انا خوما اقول لك ياكل بالعافيه والله كوريه هاي كوريه وشجاعه مال العراقيين والعراقيين كرمنا معروف نعم صح لو مو صح كل هذا سبب رب العالمين الحمد لله زين زين عمو بدي اسالك سؤال نعم هواي اشياء خصوصا بهذا الوقت الحالي صارت حلوه بالعراق نعم. بطوله الخليج غرب آسيا تبليط إعمار يعني اليوم والله طبعا أقول شلون نعبر على هذا المواطنين العراقيين طبعا أطيب من عندهم ماكو زين طيبة قلوبهم نعم. زين يعني أي إنسان عراقي بس تنخي يركض لك زين بس أنا سافرت عدة دول هذه من تلقوا هناك يصير عندك إن شاء الله هذه ما حد يوقف لك بس العراق بس العراقيين هم الغيرة والشهم زين زين وهالنخبة طبعا هذه صح يعني سافرت عدة دول هذه ما شفت طبعا هذا الشيء لا احكي عن التطور اللي صار انه الاعمار التطور طبعا كل زين جيد جدا هذه بالنسبه للشوارع مقصرين الامانه زين
والبلديه طبعا مقصرين هذا الشيء والاعمار كلش حلوه طبعا هذه بس الاشغال بسرعه مس حاليا السوق كله فاتر السوق زين زين بعيدا عن السوق انه هاي تاتي متاخرا خير من لا تاتي يعني حلو الله. اليوم نشوف شوارع تبلطت اكيد موجوده هواي امور تحسنت يعني عكس ما كانت بالسابق هواي الناس حوالي يطلعون هذه يرفعون على عوائلهم يتعرف عن نفسه زين يتونس هذا الاجواء هذه زين يشوف البشريه يشوف الدنيا هذه نفسيته ترتاح لان يعني يجي من شغله من ياخذ عائلته من رفعها صح يقعدون طبعا من يتحشون برا يقعدون اكله شربه قعده سالفه حلوه هذه من يرفع عن نفسه فعلا لان تدري 40 ساعه واحد مقاعد بالبيت حتى يتكلم ما تبغى قعدتك اي صح عندك حتى كاب هذه زين فيغير الجو يتلاطف ويا الجو هذا اتمنى لك التوفيق عمو جميعا ان شاء الله حبيبي اخوي نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم انه الحلو بالموضوع واخيرا عرفنا الرقيه شلون تصير زينه لو مو زينه من خلال الدقه مالتها دق هيك قويه يعني خوش رقيه ترفه لا تايخه وضعيتها مو طيبه متواصلين وياكم خليكم شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله دائما الحمد لله. الدولمة؟ اي. اساسها؟ عراقي، تركي. تركي وعراقي. هاي شلون يعني؟ اشتركوا بيها اثنينهم؟ اي. شلون بل؟ اول شيء انشهرت هي من تركيا، بعدين العثمانيين سووها العراق. العثمانيين بعد احتلالهم للعراق جابوها وياهم؟ اي. مو؟ زين، احنا اليوم نسميها بغدادية؟ دوم البغدادية. دوم البغدادية. شنو اللي يميز البغدادية عن باقي الدوم؟ الدوم البغدادية حامضة. مندوزي؟ لا حامض. حامض شلون؟ ليمون؟ زين. دبس الرمان، تمر هند. زين. نومي بصرة مطحون. وهذا العظام هيك العظم واللحم يخلون به؟ الضلوع. الضلوع، هاي بغدادية هم؟ ايه. بغدادية، الناس هنا متقبلة الموضوع، أنا جاي أشوف أنه اكو قبال واسع على الدولمة. ايه. يعني وكل واحد يعني مشهور، يعني مثلا نور الدين واصلة، يعني يتعنون من مناطق بعيدة ويجون. يجون لك؟ ايه. أنت نور الدين؟ أني أم نور الدين. أنت أم نور الدين؟ ايه. الله يحفظك. عندكم مرتضى هماتين تفتح الصبح. يعني سنا معروفين بالشارع، أم نور. مرتضى ونور الدين أم نور الدين وأم مرتضى معروفين بالدولمة أي أم مرتضى عندك أحمد هم هناك يفتح ولد بن حماتي يصير زين هذا هسه المعون بديش هذا البلم ترس بأربعة نهايته بلاش للطيبين لا تسلمين هذا بديش هذا بثلاثة البلم يعني أقل شيء بثلاثة أقل شيء والماء عنده ياخذ هذا شنو موضوع هذا الجدر هذا بثمانية نهايته ثمانية نهاية جملته منك يعني ما يكلم زين هاي العشاء ما بيها لحم لو بيها لحم وضلوع بيت بيها لحم بيها لحم وين ايه؟ ما اشوف ما اشوف لحم جاي اشوف دهن لا جاي اشوف دهن وين اللحم ايش تاكل لا انا ما اكل ما اكل مسوي رجيم مسوي دايت قطعة يعني بيها لحم ايه؟ زين علاقة ما لهن زين هذا كثير لحم صفنا شنو بيصفنا اللحم؟ اي صفنا ما حلو كان واي موجود يستخدموه؟ اي زين اتمنى لك التوفيق انا بس من ارد اسالك السؤال واحد جواب العراق بالفتره الاخيره واي اشياء حلوه صارت لي شلون تعبرين عليها؟ يعني تطور اكو اعمار اكو بطولات بدينا نستضيفها اكو سواح جاي نشوفه من ناس سائحين عرب اجانب خليج اجانب هالموضوع شلون عبر عليه؟ شلون عبر عليه؟ شلون تعبرين عليه؟ لانه صار حلو الموضوع موضوع حلو حلو طيب مثل دولمتك شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم وايضا بنفس الوقت انه شارع المتنبي بالفتره الاخيره نعرف بثقافه اللي اقدر اقول عليها الدولمه البغداديه باعتبار اكو ناس تتعنى من مناطق وتجي هنا منهم نور الدين الموصليه بغداديه الموصل مشهوره بالكبه كبه الموصليه اي والدولمه البغداديه ماكو دولمة موصلية مشهورة بتركيا الدولمة والبغدادية بس موصل ماكو مشهورين بس بالكبة المهم ما يزعلون اهل الموصل لان هي بغدادية المهم هي بغدادية
متواصلين وياكم. يا صباح الخير. صباح النور. وعيون الورد. كل شيء هون. كل شيء هون. طالي ايش طالع اليوم؟ شلونك عمو؟ الله يسلمك. شخبارك؟ الله يخليك. الله يسلمك. اولا معجب بستايلك وديزاينك. الله يسلمك. وما شاء الله اكو بغدادي واكو ايطالي. اكو بغدادي واكو. بما انه بغدادي. اي. وقديم في هذا الشارع. اي. اللي هو اسمه شارع المتنبي. سلام. بس اي. اريد اعرف تاريخ هذا الشارع. شلون اسمه؟ شارع المتنبي يعني هو اسمه الأكمخانة. الأكمخانة. سنة 1800 تقريبا 69. زين. بنوا العثمانيين. وهاي القشلة ديوان الجند. هاي القشلة. القشلة ساعة اللي ديوان الجند كانوا يسموه. طبعا هاي كانت بيوت كلها بغدادية قديمة. لأن أنا جيت في 67 كانت بيوت خشب. زين. هذا كان خان. وبيها شارع المتنبي نسبة سموه بعدين شارع المتنبي، بس بعد الأكمخانة سموه شارع الوراقين. شارع الوراقين. إيه فتحوا جماعة قرطاسية. حلو. مكتبتين ثلاثة من المكتبات المشهورة هي عندنا مكتبة دار المثنى. اللي هي أقدم وحدة. هاي أقدم وحدة. أقدم مكتب. إيه. زين. وبعدين عندنا مكتبة النهضة هناك كانت. زين. وعندنا صادق القاموسي. حلو. هاي مكتبات. زين. بعدين جو المطابع. حلو. مطابع فتحوا. هاي مطبعة حميد العاني كانت هنا. هذن قديمات. قديمات. كتب كلها كانت تطبع. بس مكتبة المثنى كانت مفهرسة يعني تطبع كتب حتى تدز للدول العربية. زين. هاي بالخمسينات. خمسينات الستينات. ممتاز. كانت مصادر يعني. وعندنا النهضة صادق القاموسي. وعندنا فتحوا مطابع حميد العاني. حلو. عبد الكريم زاهد. وحسين قدوري. هاي لسه صارت عمارة. خوش. وناجي علي الضايع. وبعد يعني ما يحضاني أسماء هواية. يعني هو بالأساس ما كان اسم شارع المتنبي اسمه شارع المتنبي. لا لا بال 58. بال 58 نسبة إلى أبو الطيب المتنبي. تقريبا 58 60 50ات فما فوق سموه شارع المتنبي نسبه الى الشارع ابو الطيب المتنبي. حلو هاي المعلومه. بس هو اسمه الأكمخانة. الأكمخانة. بعدين شارع الوراقين من فتحوا قرطاسيه ومطابع. زين. سموه. والشخصيات المعروفه كانوا يعني يجون هنا عندنا بالشارع المتنبي وشارع حريق. زين. وناس مثقفين ومرتبه. بس لسه مع الأسف دخلوا لناس قاموا يسوون مشاكل ومشاكل يعني ناس شباب شوية ما تقدر ظروف العوائل ونرجو يعني من ولو جماعة ما مقصرين الشرطة المجتمعية نعم. يعني دورياتهم على طول بس تدري ناس أكو عوائل تجي وهذا يعني كل لازم احترام للناس هاي يعني النقطة أثبت عليها. شكرا جزيلا. أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. نعم مشاهدي الكرام يعني حلوة المعلومة من الشاب الإيطالي خلي أقول. لا يا إيطالي. إيطالي. بغدادي كرخي. ما شاء الله عليك ترى ما مبين بين إيطالي. لا عمي لا. هسه شوفك أنا خدعت. إحنا بغداديين. مقدرت قتال إيطالي. لا بغداديين. قتال سائح جاي هنا. بغداديين هم الإيطالي يجون يأخذون من عندنا. أتمنى لك التوفيق. الله نعم مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لكن بالتالي اليوم شفنا هواي اشياء بشارع المتنبي مثلا عرفنا الرقيه شلون نعرفها زينه لو مو زينه من خلال دقيتها وايضا الدولمه اكو لها هواي جذور ما شاء الله طلعت يعني مو فقط بغداديه ولا هي موصليه ولا تركيه تشمل تقريب الثقافه بزمن العثمانيين هي صدرت وبقت ببغداد وباعتبارها بغدادية اليوم الناس أكثر الناس اللي جاي يجون هنا أكو زبائن أو محلات لهم أو شنابر خاصة بهذه الأكلة العراقية أو البغدادية حتى
ما يصير زعل بين بما انه بعضهم يشكل عليها بغداديه او موصليه. وايضا شفنا الناس ومدى اهتمامهم ومدى قبولهم ورياحيتهم بخصوص موضوع التطور الحاصل بالعراق على صعيد البنى التحتيه والبطولات اللي جاي تستضيفها العراق الكرويه وما شابه ذلك. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.